السلام عليكم ورمضان كريم. بالنسبه للدوري اخويا احمد، الدوري كتشوف في النسخه ديال الثالثه دوري المحبه المحال، حنا الان في الدور الاول في اليوم الرابع، ولحد الان الامور غاديه مزيانه، ونتمنوا هذا الحال يبقى على طول شهر رمضان، ونتمنوا التوفيق للجميع. ايوا حنا اول رساله كنا نوصلوها للاعبين والمسؤولين هو يبعدونا من الشغب. المشكل الواحد اللي عندنا في هذه الدوريات هو الشغب. الانسان مازال عاد ما يعني ما مولش بهادشي ديال كرة القدم، يعني واخا كلشي الامور متاحة لهم، كلشي امكانيات كاينة، مازال عاد باقي شي ناس عاد كيديروا الشغب عاد. ونتمنوا هاد الناس هادو يحترموا هاد الدوري هذا ويجيو يلعبوا الرياضة ديالهم، واللي كانت الهدف ديالها هو الأخلاق. الجمهور هو أهم عنصر عندنا في الدوري، أهم عنصر، لو كان ما يكونش هو ما نجحش الدوري، والحمد لله في النسخة اللي سبقوا كان هو العنصر الوحيد اللي نجحنا هاد الدوري، وبفضلو حلينا المرتبة الأولى في بركان، أحسن دوري في رمضان. جوائز ضروري، جوائز لابد يكونوا، جوائز غادي يكونوا مفاجأة، ما نقدرش نفتحوا عليها الآن، ولكن حتى النهاية ديال الشهر رمضان إن شاء الله بحول الله غادي تكون مفاجأة. أول حاجة كنشكرك أخويا أحمد، وكنشكر هاد الإتفادة ديالك، ونتمنوا كاع الناس يديروا بحالك ويجيو يشجعوا الناس، الناس ملي تشوف هكا كيحسوا بواحد الاهتمام. وكنشكر الجميع ونتمنى التوفيق للجميع، وحنا ما جاي حتى ماشي واحد، حنا جنا منظمة كنحاولوا نخلقوا واحد الجو ديال النشاط، شويه ديال الألفة ما بين الناس، كيجيو يجلسوا كيجيو يفوتوا ديك الوقيته ديال المغرب. ايوا ونتمنوا كلشي يفوت مزيان، وكنشكرك مره اخرى، وكنشكر الجمهور اللي حاضر معنا هنايا، ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا. التونوار هذا كلشي كيجمع فيه، كلشي يجمع فيه الاصدقاء، يجمع فيه الكارما، كلشي كيتجمع فيه، ما كاينش فيه بارازيت، تنظيم مليح، كلشي فيه مليح، هذا الشيء اللي كيجمعنا فيه. وش الرساله اللي كتوجهها للجمهور باش من بعد حساب الشغب حساب الاخر باش يمشيو؟ كنظنوا ما يديروا الشغب، هذا الشيء ما كنقول لهم انا للجمهور الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، نتمنى ان شاء الله هذا الدوري يكون كما العام الفايت، العام الفايت فات جدا الحمد لله، ونطلبوا اللجنه نتاعنا ونطلبوا الاذن نتاعنا للمتفرجين خاص يعطيونا واحد النظر، ما يدوش على نظره خايبه، تكون دوازينه ان شاء الله، ونقدموا لهذا الصحفيين تاعنا السحمن تاعنا اللي راه يقدم معنا هالشيء وداير معنا الجن تاعو كما العام الفايت، ونطلبوا الله ان شاء الله يكون المباراه تكون مزيانه. وبحال حمدون دريس عاوده راه داير معنا مجهود، خاطيها شهاب عادل، ولكن من ما حضرش بحال اللي ما كان والو، ونتمنوا ان شاء الله تكون الدعوه زينه والنظام مزيان وكل شيء كما العام الفايت ان شاء الله. وهادشي اللي كاين. الرسالة اللي نتوجهها للجمهور، نتوجهها للجمهور ان شاء الله، ونطلبوا ان شاء الله تكون دوام مزيانه، وهادشي اللي كاين ودي سي احمد، ونشكرك حتى انت راك كل عام تقوم بالعمل تاعك هنا، وشكرا